الخير الداري وصباح الخير البنات. المهم دابا راه الساعة ديال الصباح، راه باقي ما نعس ما والو. الفيديو غادي نبدا في الكوزينة، غادي نصايب الفطور. أول حاجة غادي نبدا هي نصايب أتاي ونفطر. المهم نصايب أتاي وباكيطة ندير فيها، ماشي باكيطة، واحد الخبز شريتها من بابا، ندير فيها الفورماج وندير فيها شي بيضة. المهم تبع معايا الطريقه كيف نصايب اتاي. واليوم غادي عندي واحد الخدمه غادي نمشي نقضيها ونبرج معكم بزاف ديال الحاجات. الدراري هاد الباكيطه اللي قلت لكم، شوية الدراري هاد كنت ديرها في الفريق فهمتي. دابا ناخد الطبسيط هاهو وغادي ندير هاد الساعة. الدراري على الفطور صايب جوج خبيزات، البيض والفرماج وكزير اتاي بالنعناع. فطر مالك، فطر ما احلاه. البلان ديال هذا الفيديو، هذا الراجل هذا شرا المرأة طوموبيل ديال المفاجأة، ومع الطوموبيل غالية بزاف هذوك اللي خدامين كاملين تجمعو وبقا المهم دارو له بحال هكا، ما عرفتش الطوموبيل شحال ساوي، كان طلوبي ناضية الصراحة، الشيء ما فتحوها شي كيديرها ناضية. دري غنبرج معاكم شي بيسيت هنا ديال الهواوي، الأثمنة ديالهم هنا كتبدل حتى بالجيجات، جيجا و اين واش اي 7 ولا اي 9، هذا بالارين بي ماشي بالدرهم، هذا من الاثمنه ديالهم. ندوز الهواوي اخر عاوتاني، واحد الهواوي اخر ها هو عاوتاني الاخر 14 اس، هذا 14، هاد الاثمنه ديالهم ها هما شحال الجيجا شحال فيه، اي 7 ولا اي 5. ندوزو لهاد الهواوي اخر عاوتاني، هاهو عاوتاني هواوي تي 14، هاهو الاثمنة عاوتاني، هادو هما الاثمنة ديال الهواوي في هنا. نمشي ندوزو للتليفون نشوفو شحال الثمن ديالو، ندوزو للتليفونات. مود هاد الهواوي هذا هو، ما عرفتش السمية ديالو شنو هو، والله ما عرف. المهم هذا راه هواوي، هاد الثمن ديالو 1293 كواي. المهم ضربها في 1.4 يعطيكم الثمن المغربية شحال، 128 جيجا هاد الثمن ديالها، و 256 جيجا هاد الثمن ديالها. ولكن ما عرفتش السمية ديال الهواوي شنو، والله ما عرفت السمية ديالو، ما كاتبينش السمية، شي بالشينوي. هما الدراري دابا هادي شي هواوي شي حاجة 60 برو، هذا هو التليفون. المهم ما عرفتش انا، حيت ما كاتبينش هنا باللونجلي السمية ديالو، الاثمنة ديالو 1399 كواي، 128 جيجا، 1599 كواي، 256 جيجا. هما دابا الاثمنة فهمتي ديال التليفون ديال الهواوي. الدراري اوبو A1 برو، هاد الثمن ديالو بشحال، 8 جي بي زائد 256 جيجا، ب 1900 قول تقريبا، قول 2000 كوال، 256 جيجا 2293 كوال. هذا اوبو A1 برو اللي عندنا مع اوبو، ها تليفون ناضي يدي الهواوي. الدراري اوبو ك11،
الثمن ديالو فيها 512 جيجا 2493 كوان. اوبو شحال هادي كان زوين في المنظر هذا خايف صراحه. كل على واحد الهواوي ويكو اصلا هذا الهواوي ما كانفهمش فيه مزيان انا فيه بزاف ديال الماركات انا نطلعو دابا صبار او 128 جيجا 1993 256 جيجا 2193 هذا راه في وسط الهواوي في كيبيعو الهواوي في وسط الشركة وفي 5 جي في زعما 5 جي ما كاين بزاف ديال الماركات هذا الدراري انا جيت لشياومي المهم عندو زعما ماركة تقريبا كاملة شياومي 13 برو 512 جيجا 5899 كواي 256 جيجا 5393 كواي هذا راه شياومي 13 برو ندوزو شياومي 13 4696 كواي 512 256 جيجا 3993 كوال ها هو كي داير هنا من لهنا داير بحال الايفون من لهنا من الواجهه من اللور لا اذا نشوفو شياومي سي في 3 الثمن ديالو 512 2693 كوال 256 جيجا 2493 1024 جيجا 2993 كوا ها هو كي داير هاند دبل باسيه شاومي بوك برو 14 2022 الثمن ديالو دابا حاليا 5993 اي 5 قال فيه الجيجا ما عرفتش شحال فيهم جيجا الصراحه انا واش هي الجيجا ديال زعما تكون شحال فيهم جيجا ما عرفتش المهم بدا دابا ندوز الريدمي تليفون ديال الريدمي شوف ريدمي كا 60 شحال فيه 8 في الرام و 256 جيجا ب 1693 12 في الرام 1893 12 في الرام وزائد 512 1893 كوار ولكن هذا راه فهمتي في الشركه ديال ماشي مستعني راه باقي جداد فهمتي من الشركه ديالو دابا هذا من الباب من الدار تري شوف على كوكا كولا كي داير ديال الجابون هادي تساوي تقريبا 20 درهم مغربيه كوكا كولا هاهي عاوتاني كوكا كولا اخرى هادي باينه ديال الحامض هادي باينه ديال الحامض المهم انواع واشكال الدراري احسن حاجه هي تسير الخدمه دير شي خدمه وتدير الماساج ديال رجلك عرفتي كان رجلي مارا كيضروني الفيديو ديال اليوم ناضي عادي غادي يعجبكم فيه حيت بارطاجت معكم الاسئله ديال البيسيات ديال التليفونات المهم باقي الفيديو يكون فيه بزاف ديال المعلومات بزاف ديال المعلومات غيكون فيه اخبركم واحد الحاجه دابا راه ما نعسش انا باقي راه ما نعسش الدراري نجيو ناكلو اكل الشوارع في مدينة تشينداو شي ما فهمتش كاين اكل الشوارع
الدراري كنصحكم يجيو الشين وجربوا هادي مليطه ناضي قسما بالله فيها واحد العطريه بشكل واعر. الدراري شريت هادي ب 10 كواي 15 درهم مغربيه. الدراري هادو القضبان ديال الدجاج مشوي في واحد اللذة في شكل الصراحة. حتى هذا ملي تجيو جربوه في الشين راه زوين. الدراري هادي راه خبيزة صغيرة فيها اللحم مشوية و داكشي الخضر والله ما عرفتش شنو هو. المهم باينه كيشهي الدراري دابا لقيتوني عا نشد يدي وارجع للدار. عرفتي عيد الدار بصح ما نعاش فهمتي. كنحس براسي بحال اللي صايم ومع العيد والله كنحس بحال الاجواء ديال العيد فشكل معاه ما نعاش يومين والله حتى فشكل. عا نشد يدي عا نمشي للدار غادي نبارطاجي معاكم. غادي نخرج الفلوس كيفاش غادي نخرج الفلوس من السياج وغادي نحطها في كونت ديالي تشاينيز فهمتي. غادي نبارطاجي معاكم داكشي بليزيطا فهمتي باش مابقاش فهمتي باش تكون عندكم فكره على هادشي وصافي. هو دا كتجي ولا كيجي بحال هكا كتحشي ولا بحال هكا هاي تخشات وهنا كتكتب الكود وكتسنى. هنا واخا كاين هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة كتكتب ديك أربعة الأرقام حيت حنا في المغرب عندنا أربعة الأرقام فهمتو وصافي. والله كيما كنت شبه كتبت الكود. المهم الدراري أنا عندي راه نخرج 3000 جوج ثلاثة ندير كونفيرونس. شوف واش تخرج لي ولا ما تخرج ليش. هاي تخرج 3000 شتي الدراري هكا تخرج تجيو للبنك تخسيو لاكارت هنايا تكتب الفلوس اللي باغي تخرجو عا يخرجو لك. مول الدراري مكتبقيش تحط الفلوس كاش كتحطهم ماشي في البنك كتحطهم هنايا وكيمشيو لكونت تشاينيز نيشان بلا ما تدخل للبنك ولا شي حاجة. ودابا غادي تبقى تحسب هاي دابا كنحسب في الفلوس. تفشيني الشين ورا عندهم القيصاريات هانتوما حتى في الشين عندهم القيصاريات باش ما يسحب لكم شي راه ما عندهمش القيصاريات كيشريو غير من بيندودو طابا راه في ميم شيزي كاين القيصاريات. والله حتى بحال المغرب بيل صندوق ديال الميكات انا دريت قاشرة انا دريت سليبات. المهم اللي بغيتو كاين كلشي كاين غير قلبو مزيان على التقاشر وصافي على البياس الرخاص. انا الصراحة كون مرة كنكتشف حاجة جديدة والله سليبات كالفين كلين وفي الالوان كاع تفيك ليا ديال العيالات وديال كلشي. هالي بوتا هما البوط اللي كتشتي كطيح كالغيس عرفتي راه هادشي عندهم بحال شوف اصلا داكشي اللي كاين في المغرب كيجي من الشينوا انك في السلة تستغرب. الدراري تقاشر شري جوج تقشيرات زعما جليت ربعة جوج 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 او جوج 12 درهم ماشي 12 درهم 12 كواي 12 كواي ضربوها في واحد 1.4 يعطيكم شحال الثمن. شريت واحد الريحة تاهي هنايا. المهم استغلوا الفرصة جينا هاد القيصريين نشريو داكشي رخيص حسن من المول. الدراري حنا في المغرب عندنا مول 5 دراهم هنا عندهم مول جوج كواي جوج دراهم جوج كواي زعما اي حاجة هنا بجوج كواي اي حاجة كيف ما كانت بجوج كواي جوج كواي. المهم ضربوها في جوج كواي معرفتش شحال يبقى شي 4 دراهم ولا 3 دراهم ونص
انا اي حاجه هنايا بجوج كواي اي حاجه. قلت تقبل 3 دراهم الدراري خزيت جوج كيسان هادو بربعة كواي جوج كواي لواحد ساغ الفرصة فهمتي حدا هاد البلانز هادو قليل في كتلقاهم فهمتي مصادفة وصافي البلان ديال هاد الكرسي هذا فهمتي كتخلص شي قليل شي 20 درهم 20 دقيقة كيبقى يدير لك الماساج في اي بلاصة غتمشيو غتلقاو هاد الكراسي هادو. ممكن هادو الفيديو ديال اليوم. مهم دابا عيبان لكم الليل والنهار. دابا انا البارح ما كنت عيان بزاف كنت باغي فهمتي نكمل الفيديو باش نمشي نوريكم البنك كيفاش حطوا الفلوس وكذا كيما قلت لكم فواحد اللقطه فواحد الفيديو. ولكن كان فيه مود ديال الناس كيما مشيت للدار تحت كوما نعس مع 8 فقت حتى فقت بكري الصراحه فقت مع 6 ديال الصباح. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى يكون عجبكم. اللي عجبو دير لايك ودير ابوني وشكرا بزاف للتتبع ديالكم.